تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 70 طنا، كما ضبط كما تم ضبط أكثر من 663 طنا في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من 53 طنا، أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط وتسعمائه وخمسين قضيه من بينها مئة وتسعون قضيه خبز ناقص الوزن ومائتا قضيه خبز غير مطابق للمواصفات